بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعدكم امين. وسيله تزيل او تخفف من الصداع النصفي، الصداع النصفي بالجهه اليمنى، الصداع النصفي بالجهه اليسرى، يعني حسب. سو علينا نشتغل على بعض النقاط المحدده فقط وليس كل شيء، لان الصداع يجب ترسل رساله معينه للبال لعلاج الصداع. هلا اذا بتشتغل على القدم كلها سوا ممتاز رائع، بيرتاح الشخص بس ما بيروح الصداع منه، ربما يخف بس بدي انا رساله معينه وديها للدماغ، بدي اشتغل على نقاط معينه. ما هي النقاط التي يجب علينا العمل عليها؟ طبعا نقاط الراس كما ذكرنا يجب ضروري نعمل عليها، ومن ثم نقاط العينين والكبد. سو في عنا نقاط راس، عينين، كبد. إذا رأسه عم يوجعه جهة اليمنى ابدأ بجهة اليمنى، عم يوجعك بجهة اليسرى ابدأ بجهة العين النصفي، نصفي يعني من جهة واحدة، صح؟ ماذا أفعل؟ أولاً بحمل هيدا الأصبع لحتى إيه لونه غير وشكله مسكين صار غير. سو بصير أنت تعمله بهيدي الحركة، عم تشوفوا ليه؟ بهيدي الحركة، بهيدي الحركة أنت ونازل هون رح تلاقي هيك عقدة، والله عقدة بتحسها حجرة صلبة بوين اجت؟ اوه يا حي هيك. انت هلا ما بلشت من هون، ابدا من هون للي للا عم تشتغل، تيجي لهون رح تلاقي عقدة باجرك اذا انت عندك صداع او باجر الشخص. بس عندما الشخص يكون واقف او عم يشتغل على نفسه ربما لا يجدها، بس يجدها اذا كبيره. بس الأنسب يكون متمدد على ظهره وانت عم تشتغل عليه بتجدها أسرع، لأنها هي خلص واجبة. سو بتعمل لها هيك بس بتشد عليها لأنه بده يشيل إجره، وجع كأنه أول شغلة بيقول لك ليش ضفيرك طوال، مع أنك أنت ليس ضفيرك طوال، مثل السكين بشك فيك بدي، صح؟ أي أنت صح. سو هي ليس ضفيرك طوال بس بتعتقد أنها هي بتجرح جرح. ايه هلا اذا عندما تجدها شو بتعمل؟ بدك تعرف، بتحط اصبعك عليها بترخي نفسك. انت بدك ترخي نفسك، شو خاص بانت الواصل، انت الواصل، شو عم تشتغل باصبعك عم تشتغل. ايه وصلت خلص. اذا هلا ما راحت ما تعند معها ان راسي براسي كيجي بتروحي، ما تنسى اجر هيدي. سو شوي بعدين بتطلع لهون، بس يجب تطلع لهون تتركه، بدك تعمل له سبورت. عم تفهم علي؟ سبورت حباية، تعمل له بهيدي الحركة هيك. كل ما كنت بطيء كل ما أحسن. هلا إذا لقيت كمان حبة صغيرة معقدة ضلك هيك فتتها للصداع النصفي. بعدين ليك بشايفينها بوضح لكم اياها اكثر، شايفينها على الحيط من اعلى للاسفل، من اعلى للاسفل. شوف كيف يا عيني، هلا بتوصل لهون بتلاقيها هيك كبيره، معظمهم عندهم اياها كبيره، او اذا في ناس ما في عندهم شيء غائره بتكون، ما هو خلل بيصير، خلل بطاقة الجسم كله سوا، خلل بطاقة الجسم. بغض النظر حمل الأصبع علي وفتله يمين ما تعد، وهيدا الحركة طول عمره أصبعك هيك يجي بيتحرك. جميل. الأصابع إذا كانوا منتفخين اشتغل على كل إصبع على حدة، إيه على حدة. مدة الجلسة شي 20-40 دقيقة، بأي ساعة بس اشتغلها، ما تكون انت عم تحضر تلفزيون وعم تحكي ويلا ما بتستفيد، لا انت بتستفيد ولا هو. سمعتوا شو قلت لك؟ انت لا تستفيد، يعني المعالج بيستفيد عندما يشتغل بهيدي المهنه تبعه، ما انت اللي عم تستفيد اكثر من المتمدد على السرير. كيف بتستفيد؟ استرخاء، راحه، الانرجي، الطاقه تدخل عليك، بتعد لك اولا، بعدين انت بتكون بالتعليم. كيف لك؟ هيدي المهنه الوحيده بالعالم، ما في مهنه غيرها، الوحيده بالعالم يلي انت والشخص بيستفيد.
انت والشخص بيستفيد كيف لك. هلا طبعا كل المهن اثنين بيستفيد، بائع الملبوسات بيجي بيشتري منه انا بستفيد وهو بيستفيد يلو. بس كان عليش اتكلم تبع الحجابه بيتعب المسكين بيعمل لك انت استفدت شلك ده بس هو تعبان. فهمت علي؟ مثلا ما بدنا نروح هلا كل امتين بنشتغل عليها نفس الفكره طبعا بنعليها بهيدي الحركه ونعملها بهيدي الحركه ما تعدون 3-4 مرات طقطق طقطق يا احبا حلقه طقه بلا. بس الصغير ما طق لا بدك طق اجباري وتشده ما فيك يقولوا لا في ناس حاطه براسها هيدا بطق بدي طقه ليش مش عم يطق لا طقه شو مصارعه يقولوا بدك تعرف. والرجل 2% من وزنك وحامل 98 عظيم هلا شو بدي اشتغل على شو؟ على الكبد وين الكبد؟ بإجر اليابين وين تحت القفص؟ هيدا القفص الصدري وين الحجاب الحاجي؟ في ثمانية لاحظ الحجاب الحاجي بتمسك ايده وتشده هيك يحط ظهري بس يحط ظهري تحيي هيدي التجاعيد شفت التجاعيد؟ يحط شوفوا بالهون هيدا هون هيك شايفينها؟ شدها بالهون يحط بس بلا هيك الله كريم كثير اعطاني اياها بالصورة بالمنظر سو ليكو انا الهول هيدي نفس الفكره سو بدي اشتغل على الكبد ليكو انت ضيقكي هب تشوفيني كيفاش كتصوري فيه يا عيني عليك شو شاطره لا كيفاش كتصوري كيفاش كتشوفي عم تشوفي كتشوفي انت صوت في وجع هي عندها وجع ما هي كبد بقى كيف انا بعالج الشخص؟ ما بجيب انا عم بعمل تمثيليه؟ هيك بفكروني. لا الناس بتجي بتتعلم ويتم علاجها بالقاعه امام الكاميرا، عشان انت تتعلم انا عم بعمل خدمه مع الكل، صح؟ المدرب ما بيعالج، انا جاي ادرب. مش هيك؟ بس انا بعالجكم. والله وبعلمكم، لان ما بدنا نحكي، خلص الله يرزق الجميع مشان تتعلموا. انا بدي اعيش انا. والله باخر شيء بدي روح بدي روح على بيتي لوين بدي روح لك مش بيتي بالسماء بيتي بالارض انا عيب الكبد سو يجب العمل علي بهيدا الشكل ليكو كبد على بعضه بتمططه بتحط ايديك ايه قلت له خذ نفس للامام اصفر الهواء خذ نفس اصفر الهواء وهيدي سو هيدي هي بتقوم شوي والانسب اذا كان عندك فوطه مستخلو جري للمسكين لا في زيت حطت له كريم وكذا بيقوم بيزلو وراسه عم يجلو وزلقته كمان كل هالارشادات امنه تماما لكنها لا تعتبر بديل عن وصف الطبيب الله يرضى عليك انا لا الا قلت لك انا روح بتروح عند الطبيب هيدي ارشادات انت عملها بنفسها ممتازه رائعه بتفيدك شكرا لوقتكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته